كان لازم يتدخل الرئيس السيسي في أزمات من هذا النوع. قلنا يا جماعة عايزين في بعض المحافظات اللي فيها شوية بعض الفتن الطائفية اللي بيحاول البعض إنه يشعلها، لازم يبقى عندنا مسؤولين يتدخلوا، وعندنا مسؤولين بحجم هذه الأزمات. الكنائس اللي بيتم منع الناس أحيانا من الصلاة فيها بسبب سوء تفاهم هنا وهناك، وبسبب محاولات بعض القوى سواء المنتمية للتيارات السلفية أو لجماعة الإخوان تستغل أوضاعا من هذا النوع، والحقوا المسيحيين بيبنوا كنيسة، والحقوا المسيحيين هيحولوا هذا البيت إلى كنيسة، والحقوا الوضع كذا كذا، فتلاقي الوضع يشتعل بشكل كبير. هتشوفوا بعد تدخل الرئيس السيسي ازاي الناس عادت اليها الفرحة بشكل كبير. كنيسة قرية الفرن في المنيا، شوفوا ازاي حالة البهجة عند الناس، وحالة حتى البهجة في أوساط المسلمين والمسيحيين. عمت حالة من الفرحة بين أهالي قرية الفرن بمحافظة المنيا بعد أن أمر الرئيس السيسي بفتح أبواب كنيستهم التي كانت قد أغلقت منذ سنوات، وذلك تزامنا مع احتفال الأقباط بعيد النيروز. احنا المعاناة بتاعتنا بدأت من سنة 2002 أيام ما الكنيسة اتقفلت. احنا من سنة 90، ومن قبل سنة 90 الكنيسة موجودة وبنصلي فيها لحد 2002، لحد ما الأمن قفلها وما نعرفش السبب إيه، لكن ما فيش حاجة حصلت، لا مشادة ولا مشاحنة ولا أي حاجة. الأمن قفل لأسباب مجهولة وغير معروفة. احنا مبسوطين عشان المكان اتفتح، نشكر ربنا إن ربنا بيرتب الأحداث وبيرتب الوقت إنه تبقى كل الفرحة مكتملة. بناء عيد فتح الكنيسة، عيد النيروز، عيد الشهداء، والسنة القبطية، كل سنة وانتم طيبين، واحنا مبسوطين فعلا ان المكان اتفتح. طبعا نشكر السادة اللي هم تعبوا معانا وجم وفتحوا لنا الكنيسة، ونشكر الرئيس، ونشكر كل الجهاز الأمني، وما فيش اي مشكلة عندنا، واحنا كلنا هنا تمام ومشكرين على كل شيء. احنا فرحانين ان في كنيسة يعني في بلدنا، وكنا ما كناش يعني مبسوطين ان احنا ما كناش بنصلي، لكن الوقت فرحانين وربنا يبنيها ويعليها الكنيسة يا رب، كنيسة العذراء والملاك مخايل. احنا ناس نشكر ربنا ما عندناش اي تزاعف ولا اي ناس كده متفرقة، عزبتنا عزبة واحدة وكل شيء واحد، يعني على عندنا ناس مبلغون ولا ناس من يمية، الحمد لله احنا في كل وقت. ونشكر الناس كلها والقيادات، ونشكر السيسي هو اللي عمل ده كله. الفرحة مش معبر عن الجوان، احنا كان عندنا فرح، احنا هنا في فرح، في تمجيد على طول في الكنيسة، في صلاة على طول، كان اللي ما بيصليش كل سنة دول دلوقتي بيصلي على طول، في ناس ما كانتش لما تروح الكنيسة أصلا دلوقتي بتيجي على طول عشان في بلدنا فيها كنيسة. احنا بلدنا كانت من غير كنيسة زي الأولاد اللي من غير أب وأم. شوفوا الصورة المبهجة، وشوفوا تعبير الست اللي بلدنا اللي مفيش فيها كنيسة زي الأولاد من غير أب وأم. طبعا لا، بيبقى المفهوم حتى يعني أكبر من ذلك بكثير. شوفوا إزاي إنه حالة التسامح هي اللي بتنتصر، لكن هل كان لابد من تدخل الرئيس السيسي في أزمات من هذا النوع، ولا يبقى عندنا كمان بعض المسؤولين اللي يتفهموا طبيعة هذه القضايا وطبيعة هذه المشاكل ويتدخلوا لنزع فتيل أي انفجار قبل ما يحصل، أو قبل حتى ما يحدث سوء التفاهم، وقبل ما تستغلها بعض القوة؟ يعني الناس عايزة كنيسة تصلي، محاولة بقى إشعال النار وتأجيج مفاهيم الفتنة، ما هي دي القنبلة الموقوتة، كيف ننزع فتيلها؟ يعني
هل بعض المسؤولين لما يشوفوا انه الرئيس السيسي تدخل هنا فيمكن انه يجتهد كمان ويقول تعالوا نحل هذه الازمات بشكل لا مركزي، يعني مش لابد انها تذهب الى القيادة العليا في الدولة، يعني تعالوا نشوف ازاي نحلها، خاصة ان المنيا تحديدا عايزة كشاف ضوء ومعظمها ازمات مفتعلة. لما بتقعد مع الناس الحقيقية اللي ما عندهاش اهداف طائفية، يعني في ناس عندها اهداف طائفية، اللي ما عندهمش اهداف طائفية وهم النسيج الاساسي لهذه المجتمعات ما عندهمش ابدا هذه المشاكل، لكن محتاجين مسؤولين بهذه العقلية، يعني يتدخل على الفور قبل ما تشتعل الأزمة. احنا